السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحمد لوزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هذه السنة الحسنة التي جعلت بيوت الله تبارك وتعالى منارات يهتدى بها ونجوما تتلألأ بفضل هذه اللقاءات التي ساهمت بشكل كبير وفعال في التثقيف الديني ونشر الوعي والفهم الصحيح من خلال كوكبة من العلماء. هؤلاء العلماء الربانيون المؤثرون الذين نشرف بحضورهم مثل هذه اللقاءات التي تساهم أيضا في فهم الدين بوسطيته وسماحته ويسره واعتداله. يعقد هذا اللقاء تحت عنوان علامات قبول الطاعة، ويشرفنا بحضور هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. ويسعدنا أن نرحب بكوكبة من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك المفتش بإدارة جنوب القاهرة، وفضيلة إمام المسجد الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد. معنا قارئا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك القارئ الشيخ كارم الحريري، ومبتهلا المبتهل الشيخ عثمان هلال. الحضور الكرام، إن الله تبارك وتعالى غني عن طاعة عباده، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، فهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك فإن العبد أحوج ما يكون إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، بل ويحرص على أن ينال هذا العمل القبول من الله عز وجل. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. وقرأ قول الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات. نسأل الله تبارك وتعالى القبول في أعمالنا. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ كارم الحرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن من لمن ليبطئن وإن
منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يعقد تحت عنوان علامات قبول الطاعة بهذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد شريف بالمنيل. إن الوعي مهم جدا بالنسبة للمسلم، ووزارة الأوقاف على رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة يحرص حرصا شديدا على نشر الوعي والفهم الصحيح. إن الأمة الواعية لا يستطيع أن ينال منها أعداؤها، لذلك يجب على المسلم أن يكون حريصا على الوعي وعلى الفهم الصحيح والفهم العميق للأمور، فليس كل صورة يراها هي على حقيقتها، وليس كل قول يسمعه يتمثل الصدق،
لذلك فإن المرء الواعي ينظر إلى الأمور بشكل أعمق من الصورة الظاهرة. فربنا تبارك وتعالى يقول: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الإنسان الواعي يعرف ويقدر الأمور بقدرها، يعرف متى يكون الكلام خيرا ومتى يكون الصمت خيرا. لذلك كان الوعي مهم جدا بالنسبة للمسلم في حياته وفي فهمه للأمور. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. الآن إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ما طلعت علينا شمس وغربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياحنا وسكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد. أما بعد، فأدعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الدنيا عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين. الشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي الوزير على هذا الحراك العلمي الذي انتفع به كثير من الناس. وأبدأ الحديث عن قبول العمل وقبول الطاعة بقصة قصيرة تؤدي إلى غرض معين أقصده. يحكى أن أحد السلاطين في بغداد، وكان ظالما، بنى مسجدا وعين لهذا المسجد شيخا، وهذا الشيخ كان تقيا ورعا. فجاء السلطان وسأل الشيخ: ما هو الجزاء على بناء هذا المسجد؟ فقال له الشيخ: هذه مسألة كبيرة ولا أستطيع أن أجيبك الآن، سوف أبحث في الكتب ونلتقي غدا في مكان كذا أجيبك عن هذا السؤال. وفي الوقت المحدد في مكان على بداية البلدة أو بداية القرية، وقف السلطان ومعه الشيخ، وكان الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار، يعودون من رعايتهم للماشية قبيل المغرب. فقال له: انظر وانظر وانظر، إلى أن انتهى الأمر. فقال له: كل حلال يعود إلى أصحابه، والراعي عاد بعصاه. كل حلال يعود إلى إيه؟ أصحابه، والراعي عاد بإيه؟ بعصاه فقط. كأنه يقول له: ما أنفقته من مال حلال سوف يعود إليك، وما أنفقته من مال حرام فلن يعود إليك هذا الإيه؟ هذا النفع. موقف آخر
وما أحوجنا أن نتأمله فعلا. رجل يقول صليت 30 عاما في الصف الأول في المسجد، كان حريصا على أن يصلي في الصف الأول في المسجد في كل الصلوات. يقول وفي يوم تأخرت فصليت في الصف الأخير، وبدأت نفسي تحدثني طيلة الصلاة ماذا سيقول الناس عني الآن؟ هيقولوا ايه؟ أخرت ليه؟ يقول وبعد الصلاة تأكدت نفسي أن صلاتي السابقة لم تقبل، لأنها لم يكن فيها ايه؟ إخلاص لله سبحانه وتعالى. قبل علامات القبول هناك شروط للقبول: النية الصادقة. النية الصادقة، ما هي نيتي حينما أفعل عملا أو أعمل عملا من الأعمال؟ والنية عليها مدار العمل، ولذا كل الفقهاء في كتب الفقه يبدأون الموضوعات في العبادات بحديث إنما الأعمال بالنيات، فكل شيء متوقف على النية. الأمر الثاني أن الإنسان قد يعجبه عمله، يعجبه عمله، يصلي صلاة فيظن أنها المقبولة، أو يتصدق بصدقة ويظن أن هذه الصدقة سوف تدخله الجنة، وهو في الحقيقة لا يدري أيقبل العمل أم لا يقبل، لأن لابد مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى التجرد الكامل في العبادة. إخوانا إحنا في المسجد وعايزين ناخد درجات، اللي قاعدين في الصف الأخير ما يتكلموش مع بعض، خليكم معانا كده ندخل بعضينا الجنة، بلاش حد إيه شوشو يضحك عليه، عارفين شوشو؟ ها؟ والشيخ قررنا دلوقتي إن كيد الشيطان كان إيه؟ فما تخليش الضعيف ده يضحك عليك وانت في المسجد. قبول العمل، هل حينما أصلي صلاتي مقبولة عند الله؟ حديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، والحديث ورد بروايات مختلفة: ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، كان في عون الناس يعني يعين الناس، هذا تقبل صلاته. أما من يؤدي الصلاة مراءة ليقول الناس عنه أنه يصلي، والتدين الشكلي الذي عانينا منه من قبل، تدين من ناحية الشكل ومن ناحية المظهر ومن ناحية، ولكن هو تدين بعيد عن السلوك، لم يؤدي إلى خلق، وبالتالي كان تدينا مغشوشا. القبول، قبول الطاعة. أحد الصالحين يقول اللهم تقبل مني صيام يوم وصلاة يوم وصدقة يوم، ويعلل ذلك لأن الله يتقبل من الإيه؟ إنما يتقبل الله من مين؟ من متقين. فإذا قبلت صلاة يوم وصدقة يوم وصوم يوم دل ذلك على أن هذا من المتقين، والمتقين لهم الجزاء الأوفى. في القبول والأجر من عند الله سبحانه وتعالى نعجب. ماذا صنع سعد بن معاذ رضي الله عنه في
خمس سنوات فقط، خمس سنوات فقط يهتز لموته عرش الرحمن، وملائكة كثر تنزل من السماء تصلي على سعد. ماذا صنع في خلال كام؟ خمس سنين بخبيئة كانت بينه وبين ربه، أي بعمل خالص كان بينه وبين إيه؟ وبين ربه. الحكمة الجميلة، أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد إيه؟ بصير. أنت تستطيع أن تغش الناس وتغش أهل الدنيا جميعا، وقد تدافع عن الباطل، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة؟ تعبدنا حينما نؤدي العبادة حتى تقبل هذه العبادة لا نستكثرها ولا تمنن استكثر، وبعد العبادة الاستغفار. ولذلك نجد شيء عجيب جدا في الصلوات الخمس بعدها استغفار، بعد ما نخلص الصلاة نقعد نستغفر الله، ربنا يوعدنا بالحج ايه، واستغفر الله ان الله غفور رحيم بعد الحج. ما السبب في الاستغفار؟ لان هذا الاستغفار هو الذي يؤدي الى قبول العمل. شيء اخر، حديث جاء عند الامام البيهقي وقال عنه ابن حجر الهيثمي في المجمع ان رواته ثقات، ان العمل موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. العمل ايه؟ حتى ايه؟ يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الحكمة في اننا في الصلاة في التشهد بنعمل ايه؟ بنصلي على مين؟ اخر الصلاة خلاص بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما احوجنا ان نقف مع انفسنا وقفة صدق، نحاسب انفسنا هل أعمالنا هذه خالصة لله سبحانه وتعالى حتى نشعر بأنها مقبولة؟ وهل نقوم بواجباتنا؟ هل نطعم من حلال؟ هل نؤدي أعمالنا التي نأخذ عليها أجرا بإخلاص حتى يكون المال حلالا؟ كل هذه أسئلة يوجهها الإنسان إلى نفسه. قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى إذا كان عندك الإخلاص وكانت عندك النية وكان عندك وكان وكان وكان، فإن الله كريم يتقبل. أما إذا لم يكن هناك قبول للطاعة فالعيب عليك، العيب علينا نحن، لأن هناك خلل ما في أدائنا لهذه الطاعات ولهذه العبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا، اللهم تقبل عملنا، اللهم تقبل عملنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا
نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فعاليات هذا اللقاء الطيب الذي يعقد بمسجد شريف بالمنيل بعنوان علامات قبول الطاعة. الحضور الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشيخ الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى كان له مقولة تدل على أن الأهم من العمل هو الحرص على قبول هذا العمل، فكان يقول: إن الله عز وجل لا يريد قوالب تخضع ولكن يريد قلوبا تخشع. لذلك إخوة الإيمان، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: لا تهتفوا لقلة العمل واهتفوا للقبول. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسية العلمية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. قبول العمل له علامات كثيرة، من أهم هذه العلامات الإخلاص في العمل، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في عملك، بمعنى أنك إذا عملت أي عمل وإذا أقبلت على أي عمل عليك أن تنوي به وجه الله عز وجل، وألا تلتفت إلى مدح ولا إلى ذم. يعني الناس ما تكونش في دماغك ومش شاغل دماغك مين هيمدحك أو مين هيذمك، أنت بتشتغل لوجه الله سبحانه وتعالى فقط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خد بالك من دقة كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل. فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على نياتهم وعلى قصودهم وليس على أعمالهم فحسب. لو إن الموضوع مرتبط بالعمل بس كان سيدنا النبي قال لك: وإنما لكل امرئ ما عمل، يعني ربنا هيحاسبك على العمل. لا، ربنا هيحاسبك على نيتك في عملك، هل أنت مخلص لله عز وجل في هذا العمل أو لا. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ذات مرة قال له ولده: يا أبتي أوصني، أنا عايزك تديني وصية أعيش بها طول حياتي. لو أي حد قالك أو أي حد قالنا وقال لك: أنا عايزك تديني وصية، ممكن تخطب له خطبة جمعة تقعد 10 دقايق توصي فيه. لكن الأئمة الأكابر مش كده، هو عطاله جملة واحدة بس جمعت كل محاسن الدين. قال له: يا بني انوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. عايز وصية كويسة تعيش بيها، خلص نيتك لله سبحانه وتعالى وانوي الخير في قلبك لكل الناس طول الوقت، هتنال مرضات الله سبحانه وتعالى وفضل الله عليك في الدنيا والآخرة. يبقى أول علامة من علامات القبول إنك أنت تكون مخلص في نيتك، إنك أنت بتعمل العمل ده وانت واثق إنك أنت تبتغي به وجه الله مش أي حد تاني. الأمر الثاني أو العلامة الثانية أن تحسن الظن في الله عز وجل. خلي عندك حسن ظن في ربنا أن ربنا هيقبلك، لأن ربنا هو اللي قال لنا كده، قال: أنا عند ظن عبدي بي
فليظن بي ما شاء. يعني ربنا قال لك انا عندي ظنك فيا وتركت الامر ليك، لو ظننت في الله الخير سيأتيك الخير، ولو ظننت سوءا والعياذ بالله سيأتيك السوء. من ظن في الله خيرا أتاه من الله سبحانه وتعالى من الخير ما لا يخطر له على بال في الدنيا ولا في الآخرة. ليه ربنا بيقول لك كده؟ لأن خد بالك الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مسلط على جميع الناس، أهل المعاصي وأهل الطاعة. أهل المعاصي خلاص معروفين طريقهم معروف، طب أهل الطاعة الشيطان بيحاول يدخل لهم من أكثر من مدخل عشان يفسد عليهم هذه الطاعات وهذه العبادات. ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم يا جماعة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الآية دي لها معنى ظاهر ومعنى خفي. المعنى الظاهر اللي كلنا عارفينه إن الشيطان وأعوانه شايفيننا كلنا، صح ولا لا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني إحنا قاعدين دلوقتي هم شايفيننا كويس قوي لكن إحنا مش شايفينهم. هذا معنى ظاهر في الآية، لكن هناك معنى أدق في هذه الآية. إنه يراكم هو وقبيله، أي أن الشيطان يعلم النفس البشرية علم اليقين، ويعلم مداخلها ومخارجها، وعارف كل واحد ينفع معه إيه. الشيطان له أكثر من مدخل، إما أن يدخل للإنسان من باب الكفر، طب الإنسان ما كفرش خلاص مش هيضيع وقته معاه في المسألة دي. لذلك انت عمرك ما بيجي الشيطان يقول لك اكفر بالله سبحانه وتعالى. هل حد من الناس اللي قاعده الحلوه دي الشيطان بيجي لك يقول لك اكفر بالله؟ ما بيقولكش، ما بيجيش على بالك حتى الموضوع ده. نادرا ما ياتي هذا الموضوع على بال واحد في المليون من المسلمين. ليه؟ لان الشيطان عارف ان الباب ده مقفول مش هيعرف يفتحه، فينتقل للباب الثاني او للمرحله الثانيه، ان هو يحاول يكسلك عن العباده. طب ففي ناس بتقع في الفخ ده، ما بيعبدوش ربنا، بيكسلوا، يصلي شويه ويقصر ويسيب شويه، يصوم شويه ويسيب ويصوم شويه ويسيب شويه وهكذا. طب اللي بيصر على الطاعه يبدا الشيطان يدخله من مدخل اخر ويحاول ييئسه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ويحاول ييئسه من قبول ربنا سبحانه وتعالى للعمل بتاعه، ويحاول كل شويه يفكره بالذنوب والمشاكل اللي عملها زمان، انه عايز يوقفك، شايف انت ماشي في الطريق كويس فلازم يوقفك. عشان كده ربنا قال لك انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. خلي عندك حسن ظن في ربنا، وخلي عندك يقين في ربنا ان ربنا هيقبل العمل ده، طالما انك انت اخلصت في نيتك لله سبحانه وتعالى، وطالما انك تنوي وجه الله بهذا العمل، ما تنويش به اي حاجه تانية، يبقى خلاص ما تخافش وكن على يقين ربنا سبحانه وتعالى هيقبل. العلامة الثالثة وهي الأخطر والأدق، ويريد نركز شوية كده بعد ما نصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة والأهم ألا يغتر الإنسان بعمله، وألا يحتقر الإنسان غيره بسبب عمله. إحنا قلنا الشيطان مش هيسيبك. آخر مرحلة من مراحل الشيطان في التلبيس على بني آدم إن الإنسان الطائع المنضبط يجيله الشيطان من مدخل خبيث، وهو مدخل العجب والفخر بهذا العمل، ويوهم هذا الإنسان اللي بيعمل طاعات وإحنا شايفينه بيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجة كويسة، يوهمه بأنه أفضل من غيره وأنه أحسن من غيره، فيبدأ ينشأ عندك كبر وفخر بعبادتك وبعملك وبطاعتك لله سبحانه وتعالى. خد بالك ان ده من اكبر واعظم الذنوب عند ربنا، ان يتعالى الانسان على الخلق. التعالي اما ان يكون بالمال او بالجاه او بالسلطان او بالقوه او بالعلم او بالعباده، ان احنا نتعالى على غيرنا لمجرد ان احنا بنعبد ربنا. ده كان الذنب الوحيد الكفير اللي طرد ابليس من رحمه ربنا. ابليس ده يا جماعه كان من اعبد خلق الله، لكن ذنب واحد بس عمله اللي هو ايه؟ الكبر. لما ربنا قال له اسجد لادم قال له ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده الله من رحمته بسبب ذنب واحد، ذنب الكبر. فيجي الشيطان يلبس عليك في عبادتك وفي عملك ويحاول يوهمك انك انت احسن من غيرك لمجرد انك انت بتصلي او لمجرد انك انت بتصوم وكذا، فينشأ عن هذا امر خطير جدا وهو احتقار الغير،
انك انت لما تشوف اهل معصية تبدأ تحتقرهم، تبدأ تقل منهم، تبدأ تتضايق منهم. وده ما كانش منهج النبي يا جماعة. منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبر على اجرم واخطر خلق الله الكفار. وسيدنا النبي كان حريص اشد الحرص على ان يأخذ بيد هؤلاء الناس الى طريق الله. ودائما ما كان يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. وعمر سيدنا النبي ما تعالى على هؤلاء الناس، وعمر ما وبخهم، وعمر ما عمل معهم اي حاجة مش كويسة، انما كان دائم اللطف والاحسان والكرم اليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالشيطان هنا بيحاول يلبس على بعض الناس ان هم افضل من غيرهم، بالتالي اعمالهم دي ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واحنا قلنا كلمة الكبر دي عامة، وقد تنصرف الى الكبر بالطاعة والعبادة. وخد بالك ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى. اللي يساعدك على كده ايه؟ يعني انت كمسلم انت مطالب ان تنظر الى الناس نظرة رأفة ورحمة وشفقة حتى العصاة. وإياك ثم إياك أن تنظر العكس، لأن دي كانت نظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي يساعدك على كده إيه؟ يعني اللي يساعدك إنك أنت تنظر للناس نظرة رحمة، وإنك أنت لما تشوف أي حد بيعمل معصية أو لما تشوف أي حد بيعمل أي حاجة لا تحتقره، وإنما تنصحه وتدعو له الله سبحانه وتعالى، ولا تستشعر إنك أنت أفضل منه لمجرد إنك أنت بتعمل وهو ما بيعملش. اللي يساعدك على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم. إزاي ده بيعمل بعمل أهل الجنة ويخش النار؟ وإزاي ده بيعمل بعمل أهل النار ويخش الجنة؟ قال لك لأن هو بيعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر لدى الناس. إحنا شايفينه بيصلي وبيصوم محافظ على كل حاجة. إنسان تقي بالنسبة لنا في الظاهر، لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى إنسان متكبر مغرور، يتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى، يحتقر خلق الله عز وجل. يبقى ده إنسان مش مخلص في عبادته، فده طريقه إلى جهنم والعياذ بالله. طب والشخص الآخر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. في الظاهر لدينا هو من أهل النار، لا بنشوفه بيصلي ولا بيجي معنا المسجد، ودايما اخلاقه مش كويسه وما بيصومش الى اخر ذلك. في الظاهر لدينا لدى الناس هذا من اهل النار، الا ان هذا الرجل بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيما بينه كده وبين ربنا فيه انكسار، نفسه من جوه ربنا يهديه، بس لسه اللحظه ما حنتش. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفسه من جوه ربنا ياخد بايديه، لكن لسه اللحظه ما جاتش. فده ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبه وعلى نيته فيصلحه ويختم له بالخير. فعلمك بان العبره بالخواتيم ده يعلمك الادب مع الناس، ويعلمك الادب مع الخلق، وانك انت ما تشوفش نفسك على حد، وانك انت دايما تنظر الى نفسك نظره النقص، ولا تنظر إلى غيرك نظرة نقص، لأن الله سبحانه وتعالى قادر في أي لحظة على أن يقلب الأمور. الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه يقول: لا تستبعدوا رحمة الله على أحد من خلقه. إياك ثم إياك أنك تستبعد رحمة ربنا على أي حد من عباد الله، حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان كافرا. فتعجب الناس: كيف يا إمام؟ قال: أما العاصي فيرحمه الله بأن يتوب عليه قبل أن يموت. بنشوف ناس في آخر أعمارها ربنا بيكرمها وبيتوب عليها، والعكس صحيح. طب والكافر إزاي ربنا يرحمه؟ قال: وأما الكافر فيرحمه الله بأن يسلم قبل أن يموت. ممكن ربنا الكافر ده في آخر لحظات حياته ربنا يكرمه ويدخل في الدين، فيختم الله سبحانه وتعالى له بالحسنى. وفي قصة عجيبة على هذا الأمر حدثت مع الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: كان لي جار مجوسي. الجماعة المجوس دول اللي هم بيعبدوا النار، ما لهمش ملة. كان لي جار مجوسي، إلا أنه حسن السيرة حسن الأخلاق. شوف إنصاف الإمام الحسن البصري، شوف إنصاف السلف وفهم السلف للدين، مش زينا دلوقتي. مش لمجرد إن هو كافر أهضمه حقه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: ده شخص كافر إلا أني أشهد له بحسن الخلق وحسن الجيرة. كان لي جار مجوسي
وكان حسن السيرة، وكان حسن الجوار، وكان حسن الأخلاق. فدخلت عليه وهو يحتضر، دخل عليه وهو بيموت. برضو جاره له حق، الجار له حق عليك مهما كان حتى لو كان غير مسلم. قال فدخلت عليه وهو يحتضر. شوف بقى نية الحسن البصري هنا. قال ورجوت الله سبحانه وتعالى أن يميته على الدين، داخل بنية أن ربنا يكرم الراجل ده في آخر لحظات حياته ويختم له بالحسنى. قال فدخلت عليه وقلت له يا هذا كيف حالك؟ شوف بقى رد الرجل ده عليه عجيب جدا. قال يا إمام لي قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، ونار حامية ولا مخلص لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. ده عارف هو رايح فين، ما عندوش أي حاجة خالص يعملها. فتعجب الحسن البصري من هذا الكلام، ده الكلام ده ما يخرجش إلا من واحد موحد. فالحسن البصري انتهز الفرصة، قال يا هذا إذا لماذا لا تسلم حتى تسلم؟ ما يلا بقى قولها. فكان الرد الأعجب من الرد الأول. قال يا إمام إن المفتاح بيد الفتاح، وإن القفل ها هنا، وأشار إلى صدره. هنا بيلفت أنظرنا لقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أشاء. مش عارف أقولها، مش قادر، في حاجة قافلة اللسان مش عارف أقول. ثم أغمي عليه، أغمى عليه في سكرات الموت. قال الحسن البصري فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع قائلا لهذا الرجل: اللهم إن كان سبق لهذا الرجل عندك حسنة، يعني الرجل ده لو عمل حسنة واحدة بس في حياته، ساعد حد في حياته، أطعم حيوان في الشارع، عمل أي حسنة في حياته، مستحيل طبعا يخلو من أي عمل صالح. اللهم إن كان قد سبق لهذا الرجل عندك حسنة فعجل بها إليه الآن قبل انقطاع روحه من الدنيا وقبل انقطاع الأمل. الراجل ده لو عمل حاجة واحدة يا رب هتهاله دلوقتي وخلها سبب في نجاته، فعجل بها إليه الآن قبل فراق روحه وانقطاع الأمل. وظل الإمام يدعو ويدعو ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى استيقظ هذا الرجل وقال له يا إمام إن الفتاح قد أرسل المفتاح، امدد يدك أبايعك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الحسن البصري ففاضت روحه إلى رحمة الله عز وجل. شوف الشيء العجيب والجميل، إن ربنا يختم لهذا الرجل المجوسي لا ملة له، يعبد النار، ومع ذلك يختم الله سبحانه وتعالى له بالحسنى بسبب نية صادقة خالصة لهذا الولي الصالح سيدنا الحسن البصري. ده يعلمنا انك انت ما تحتقرش اي حد، تستبعدش رحمة ربنا على اي حد، خليك مع نفسك. احنا في الجامعة كده واحنا بنراقب على الطلبة بنقول لهم في الامتحانات بص في ورقتك، كل واحد يبص في ورقته، واي حد يبص حواليه بنسحب الورقة ونطلعه. كذلك كل واحد فينا يبص في ورقته، يعني ايه؟ يعني مالكش علاقة بغيرك، ركز معاك انت بس. لا تتتبع عورات الناس، لا تتتبع عيوب الناس، بل أصلح من عيوبك ومن عوراتك، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله قادر في أي لحظة على أن يقلب وأن يغير الأمور. فمن علامات أو من أهم علامات قبول الطاعة أن يركز الإنسان مع نفسه ولا يركز مع غيره، أن يحتقر الإنسان عمله ويرى أنه قليل بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولا يفعل كذلك مع غيره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا في عباده المقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب والذي يعقد تحت عنوان علامات قبول الطاعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول الحسن البصري في هذه الآية
لا تمتن بعملك على ربك وتستكثره. ومن أقواله أيضا من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. لذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة كلها فقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول ابن القيم: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، وفوجئت بعمل الثقلين، خشيت عاقبته، وإنما يقبله الله عز وجل بكرمه وجوده وفضله، ويثيبك الله عز وجل عليه أيضا بكرمه وجوده وفضله. علماؤنا الأكارم بيّنوا أسباب قبول العمل الصالح وقبول الطاعة، وإن سمحوا لي فإن من أهم علامات قبول الطاعة أن يكون للعبادة أثر على السلوك والأفعال. متى تناقض السلوك والفعل مع العمل فإن العمل مردود. لذلك هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج، أعمال طاعة لله عز وجل، لكن تعارضت ولم يكن للعبادة أثر على السلوك، فماذا فعل؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. إخوة الإيمان، إلى ختام فقرات هذا اللقاء الطيب مع الابتهالات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما، وأن يثيب من كان سببا في هذا الجمع الطيب ثوابا وجزاء حسنا، وأن ينفعنا بما سمعنا من العلم، وأن ينفع السادة العلماء ويجازيهم عنا كل خير وجميع الحضور. الفاتحة. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن والرضا مولاي بقضاك، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين، واغفر
المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها وبها وعليها نبعث إن شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا وحد لا إله إلا الله لا إله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله أنا ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله نادي وقل سبحان الله طه الهادي رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان أن مرضاة الرحمن أن تقوية البنيان أن مرضاة الرحمن أن تقوية البنيان بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول ها قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول أن مفتاح القبول أن
مفتاح الوصول أن مفتاح القبول أن مفتاح الوصول بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف يا مولاي فيما يجري به القضاء اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وآمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين يا رب يا من يقول غدا أتوب ولا يتوب زعم الكمال زعم الكمال زعم الكمال وليس فيه سوى العيوب أنسيت أنك قد خلقت من الثرى أنسيت أنك قد خلقت من الثرى وإلى الثرى تمضي وتقذفك الدروب ارجع إلى الله ارجع إلى الله ارجع إلى الله فرب صحيفة ملئت معاصي عند توبتك تذوب قمر المدينة سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وهكذا أيها الحضور الكرام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي عقد في هذا البيت العامر مسجد شريف بالمنيل ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف والذي يقام تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
حضر معنا هذا اللقاء الطيب الدكتور محمد سيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة. الحضور الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري، وإلى فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال، وإلى هذه الكوكبة من علماء وأئمة وزارة الأوقاف. ونخص بالشكر القائمين على شأن وأمر هذا البيت العامر من بيوت الله، ونتوجه بالشكر إلى هذا الشباب الرائع الذي يعطي صورة وقدوة طيبة للشباب بأنهم من عمار بيوت الله الحريصين على خدمة بيوت الله عز وجل، والذين كان لهم دور بارز في إخراج هذا اللقاء الطيب بهذه الصورة الرائعة الجميلة. في الختام تقبلوا تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.